يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد دليل أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وإذا لم يجد فرجة؟ ورد دليلان يا أخي، دليلان من السنة. الأول حديث وابي صاحب المعبد، رأى رجلا يصلي خلف الصف، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم.